الجزائر هي الزبون الثالث في إفريقيا بعد مصر والمغرب. بعد مصر والمغرب هي الزبون الثالث. هذا ستبون على بالوش به. اسكو قادر ياخذ المرتبة الثانية ولا الأولى؟ واسكو عنده باش يدير هذا؟ لا، شوف هذه وكالة نوفوسيل الأنباء تاس، عفوا لاجونس تاس، لاجونس تاس هي وكالة الأنباء، تقول relations between Russia and Algeria، العلاقات بين روسيا والجزائر. تقول لك الجزائر هي يعني من أكبر الزبائن الأفارقة في إفريقيا، خلف following Egypt and Morocco، خلف مصر والمغرب، هي الثالثة. في سنة 2022 التبادل التجاري كان 1.7 مليون دولار، 1.7 مليون دولار، هذا المجموع الإجمالي. 73.7% في جانفي ومارس 23، والتبادل التجاري الفلاحي قال لك ما تعداش 700 مليون دولار في 2022. الجزائر واش تمثل في هذا المرتبة الثالثة في هذا التبادل الإجمالي؟ دونك إذا معول أنت باش تكونتري المغرب والغرب بروسيا، روسيا شوف تضرب لك المكتوب تقول لك تربح. وكنت قلتها من قبل ما يمشي روسيا، زيارة ما كانش مبرمجة، تلغات تاع ما يخلى مازال تجبدوا عليها ولا يحاولوا كذا، لأنه شرى التبون والعصابة صرات لهم شغل. هذاك اللي دابز المرة هذيك اللي دابز مع راجلها ولا مع خاطبها، مازال ما تزوجش بها خاطبها، وراح تجري لواحد آخر قول له هاك هاو كلش من عندي، عندك صرات لها. إيه هكذا نرخصوا الجزائر للحرام، هكذا ورايح عند الوزرك باللي يعني روسيا راح يقول مروح وروح، روسيا يضرب لك كل مكتوب ويعطيك كوبي. نعم، باسكو ما عندكش اقتصاد، ما عندك والو، فاش تعال يتبادل معاك، فاش تعال معاك. شوف هما في زيارة واحدة واش الدولة هايا يزم كثر الرحالة تاع الجيري لروسيا باش يجيو لي توريست، يجيك لي توريست توريست ياك توريست يجيك الجزائر وين راح نحطو؟ كيما قالوا الله يرحمو الخضر بورقع، قالوا من يجي المطر ما عادش حتى فيه طوالات، المطر كان ما فيهش طوالات صغار، وين تروح دير لي زوتيل؟ لي زوتيل يديرو فيهم البقارة باش يروحو يسكرو ويجيبو سيبو معمر اللي ريسبسيون على بالك تاع الدعارة. شيراتون مش غادي يقدر يخلو تاع شيراتون تاع الجزائر، اللي يقول له روح نعشى في الشيراتون مش غادي يقدر يدخل مع فاميلتو، كاش يدخل الشيراتون مع فاميلتو في الجزائر ولا الميركور تاع الايروبور ولا اي تجيب السواح تاع وجهك تجيب السواح، إلا عندك خضرة تبيعها إلا عندك مش عندك. قالوا بعنا بسبعة ملاير دولار، وش بعت؟ نحبوا نعرفوا برك وش بعت؟ قالت بعت، وراح يدخل 13 مليار دولار عمل في هذا 2013، إيه وش بعتوا؟ مني، لا بعتوا والو والو، تخرطوا، ما نمشيوش بلاد بالكذب، ما تمشيش بلاد بالكذب. هذه يعني العلاقات التجارية بين الجزائر وروسيا من لو
مور مصر والمغرب. دوك احتلوا الاولين، هيا روحوا الاولين. وهذيك اللي محطه اغلبيتها درعها نتاع السلاح، يشيلوا السلاح، هذا هو التجارات بين الجزائر وروسيا. بكري كانت روسيا، لان الجزائر كانت عندها صناعه، كانت تشري الفائض الصناعي تشريها الجزائر. الفائض الصناعي ليكسيدون اندستريال كانت روسيا تشريها الجزائر. هايدي لان الجزائر كانت عندها انتاج صناعي وكانت تصدر وتبيع ودير. دونك ما عندها والو. وين راحوا الدراجات تاع مالي؟ كانت الجزائر تصدرها لتونس، تصدرها للمالي، تصدرها لبوركينا فاسو. وين راحوا؟ وين راحت الدراجات الناريه كيف كيف تاع ما اللي كانت الجزائر تصدرها ثاني؟ وين راحوا منتوجات سوني باك اللي كانت الجزائر تصدرها للمالي، كانت فرنسا تصدر لهم؟ وين راحوا المنتوجات النسيجيه اللي الجزائر كانت تصدرها في الخارج؟ تجي تكذب علينا اليوم تقول لي راني نصدر 7 يناير. حنا عرفنا واش تصدر الجزائر، هاكا كانت تصدر. لا حتى اليوم ليسونس اللي كنا يعني ما نروحو نشريوهاش، الزيت تاع الطوموبيلات ما كناش نشروه، ما كناش نشروه باش ما عادش ننتجوه. وين راحت زيت شارية؟ وين راحت زيت نفطيلية؟ وين راحت لا؟ عاد ما نشفاو علي ما نتكلمو في فراغ الشيء، شناه وشفناه واستعملناه. وين راحوا ذر؟ تقول لي بعنا ب 7 ملايين دولار تحت تبع الروس، عندك الروس طنوها. على بالهم بك ملي ملي تحل فمك وانت تكذب. على بالهم تبون ملي يحل فمه هو يكذب. الناس حارقة تموت في الآخر، أنت جاي تقول لي ندخل البريكس، عمالو دار خالي موح ياك. دار خالي موح تبي وراه، هذا هو البريكس. قالوا باش نخرجوا من منطقة الدولار واليورو. باين بلي ما يعرف يهدر، باين جهل أمي. بون نتلاقاو إن شاء الله بعد في اللايف الثاني في هذا المساء، وإلى ذلك الحين استودعكم الله، وربي يقدر الخير على بلادنا ويبعد عليها بلاد حرام ويعجل برحيل العصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. هشام عباس، هشام عباس.